بكم مشاهدينا في يومية جديدة من يوميات صباحية دوزان. هل رمضان يعتبر فرصة لإنقاص الوزن؟ الجواب غادي نتعرفوا عليه اليوم رفقة الأخصائية في التغذية الدكتورة سارة هبان. فقرة صنع يديك وئام مقتاد غادي تقدم لنا اليوم بعض الأفكار البسيطة اللي غادي تساعدنا باش نحضروا مائدة الإفطار. كل هذا بعد فقرة أمومة والدكتورة نادية مزيان. مرحبا بكم معنا في صباحية دوزان. مزيان مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا. اذا اليوم غادي نتكلموا على رحله الجنين او الثلاث اشهر الاولى من عمر الجنين، يعني باقي في الكريشه ديال ماما. كنا كنتسائلوا هذيك الثلاث اشهر الاولى شنو تيكون مكون في الجنين، والام كيفاش تقدر انها تحافظ يعني تقدر ترافق هذاك التكوين ديال الجنين باش ان شاء الله يخرج للوجود بواحد الصحه جيده. فعلا هو موضوع مهم. كنعرفوا ان الحمل فيه 9 شهور وكنصنفوا 3 شهور الاولى والثلاث شهور الثانية والثلاث شهور الثالثة. كل المراحل كلها مهمة، ولكن المرحلة الأولى ديال الثلاث شهور عندها خاصية مهمة كبيرة. علاش؟ حيث في هذه المرحلة فين غيتكون الجنين، يعني من واحد الكتلة ديال الخلايا غادي نوصلوا الجنين متكون من ناحية الأعضاء ديالو كاملة. دونك الجنين كيفاش غادي يتكون؟ دونك كان مجموعة ديال الخلايا، هاد المجموعة ديال الخلايا غادي تبدا غادي تقاد غتولي بحال ان ديسك دائري. خلايا غتاخذ واحد الشكل دائرية ومن بعد غادي تبدا داك الديسك الدائري غادي يبدا يطوال وغادي يتكون على شكل ثلاث طبقات. كل طبقه غتعطينا واحد المجموعه ديال الاعضاء باش الجنين كيتكون كامل في 3 شهور الاولى كامل، من الراس، من العمود الفقري، من الاعضاء الداخليه، من كله. ملي غنكملوا 3 شهور الاولى الاعضاء كلها تكونات، من العينين، من كل شيء الاعضاء موجوده. هاد التكوين مهم، خاصو يكون سليم. وباش يكون سليم كاين شروط. دونك كاين الدور ديال الجنين. جنين شنو عنده؟ عنده لو كابيتال جينيتيك، لو ماتيريال جينيتيك، جينات الوراثه، جينات اللي ورثها من الام ديالو ومن الاب ديالو اللي غادي يجعلو يكونوا عنده الانسجه. ولكن هاد التكوين عنده شروط اخرى اللي هي الصحه ديال الام والمواد باش غادي يتصاوب الجنين. عنده الجينات ولكن خصنا نعاونوه. دوك هاد المواد منين كتجي؟ كتجي من تغذيه الام. التغذيه ديال الام، يعني غادي نتخيلوا كاين الحمل في البطن ديال الام وكاين الدوره الدمويه ديال المراه الحامل اللي غتوصل للرحم والعروق ديال الرحم. من بعد هذوك العروق ديال الرحم غادي يدخلوا في اللحمه ديال الرحم وغادي يوصلوا للمشيمه، ومن المشيمه كاين لو كوردون اومبيليكال يعني الحبل السري اللي غادي يوصل لعند الجنين. يعني هذه المساله مهمه باش المواد كامله اللي غيحتاج الجنين في التكوين ديالو خاصها توصلوا باستمرار. وكنأكد على باستمرار. يعني الدورة الدموية عند المرأة الحامل خاصها تكون العروق خاصهم يكونوا واسعين. هادو من بين الشروط باش نضمنوا الصحة ديال الجنين. وخاص المواد النافعة كتوصل باستمرار من الأكسجين، من الفيتامينات، من الكالسيوم. دونك داكشي علاش كاين بعض المواد اللي ضرورية. وغنبغي نأكد على حامض الفولي. نعم، وحامض الفولي دابا ولات السيده، كنا قبل يعني فاش كتبغي السيده تبرمج شي حمل كيعطيوها واحد شهرين ولا ثلاث شهور قبل، كتبقى تاخذ لاسيد فوليك على ما تحمل واحد شهرين تتقطعوا. الان اظن انه كتبقى تاخذ لاسيد فوليك حتى كتوضع الجنين ديالها. هو الدور ديالو الاساسي. وقايه الجنين من التشوهات. نعم، 3 شهور الاولى. يعني في الحالات المثاليه خاصنا ناخذوه قبل ما يبدا الحمل، شهر حتى شهرين قبل، حيت هذاك لاسيد فوليك في البرمجه ملي كتبغي السيده تحمل. هذا الشيء علاش النداء موجه للسيدات. نعم، والازواج باش قبل ما نحمل غناخذ لاسيد فوليك. لا فيتامين بي 9 راها موجوده، ما كاينش مشكل، باش الجنين غيحتاجها في التكوين ديال العمود الفقري ديالو. الجهاز العصبي. والجهاز العصبي الا كانت ناقصه هاد الماده الجهاز العمود الفقري ديال الجنين ما غاديش يتسد وغادي يقدر يوقع اعاقه
مستديمه اللي غتاثر على الصحه ديالو، غتاثر على الرجلين ديالو، على التبول ديالو. سؤال، واش لاسيد فوليك ضروري ناخذو اون كومبليمون؟ ما نقدروش مثلا ناخذوه يعني هكا يعني في تغذيتنا اليوميه لاسيد فوليك وسي لا فيتامين بي 9، ولا غتقول لي مساله الامتصاص وهذا ولا؟ شكرا على السؤال. هي هنا الفرق الطبيه اللي درست هذه النقطه لا خرجات بدي توصيات شحال النسبه ديال لاسيد فوليك اللي خاصنا، اللي خاص السيده الحامل خاصها تاخذ قبل ما تحمل وفي 3 شهور الاولى. طبعا الحال كاين في التغذيه ولكن ما غنعرفوش بالضبط داكشي علاش ضابطينها في لي لابوغاتوار، دونك كتاخذ اون سو فورم دو كومبليمون كمكمل غذائي. فعلا، دونك هذه المعلومه خاصها توصل للناس كاملين. وعاد الحاله الصحيه ديال السيده، حيت كاين السيدات اللي عندهم امراض مزمنه كياخذوا ادويه وكنعرفوا ان هذيك الادويه تقدر تقدر تخلق لنا مشكل في التشوهات عند الجنين. دونك خصنا قبل ما نحملوا نستشروا مع الطبيب المعالج باش نشوف اشنو الدواء اللي غنقدر نخلي واشنو الدواء اللي ممنوع اثناء الحمل، ولا اللي غنبدلو يمكن، ولا نبدلو كاين اللي كيتواتاو مع الحمل وكاين اللي لا. فعلا، على حسب الحاله الصحيه ديال السيده. وحاجه ثانيه، مع هذا التكوين ديال الجنين مهم بزاف، ما خصناش ناخذوا اي دواء، واخا بعض السيدات كيكون عندهم ادويه في المنزل ديالهم عندها عادي انها تاخذه، يعني لوطو ميديكاسيون خصنا نحيدوها، ضروري ما نستشروا من عند الطبيب. دونك الحمل ها هو كاين، غادي تبدا المراقبه طبيعه الحال ديال الحمل كامل من الاول حتى الاخر. هنا في المراقبه كيكونوا عندنا جوج الحالات، كاين المراقبه اللي كتبين ان الجنين في الغالب راه في صحة جيدة وكيتكون مزيان، الأعضاء كلها موجودة، يعني ما كاينش مشكل. والعكس صحيح، كاين في هذه المراقبة كيبان لنا أن الجنين عنده ربما واحد المجموعة ديال التشوهات. هادشي كتبان لكم في فحص بالصدى أو التلفازة. أو التلفازة، أول مرحلة هي هذيك التلفازة. دونك هنا كاينة مسطرة طبية مضبوطة، أشنو غادي نديرو ملي كنشكو في واحد التشوه، واش هذاك التشوه يقدر يتعالج، واش غادي يكون مستديم، يعني كاينة مناقشة. سي با لا كلارتينيكال تتكلم عليه سيغتو ملي تكون يعني الرقبة يعني تتكون غليظة شوية، كنظن هذه أنتم يعني كأخصائيين هذه هي الطريقة باش تتشكو أن يمكن هذا الوليد يتزاد يعني كيعاني من بعض التشوهات. كاينة لا كلارتينيكال يعني كنعبروا العنق ديال الجنين، وخاصنا ما نفوتوش واحد الرقم، ولكن ما كنشوفوش غير لا كلارتينيكال، كنشوفوا الراس، كنشوفوا العمود الفقري، كنشوفوا الرجلين، كنشوفوا البطن، كنشوفوا القلب، يعني وديك الساعه مع الجنين كيكون باقي صغير كيبان بواحد الوضوح تام. يعني هنا المشكل اللي باقي لينا مطروح حنا كاطباء، ملي كنلقاو تشوه عند الجنين. هنا من الناحيه القانونيه مازال الامور ما واضحش، يعني من الناحيه الطبيه راه باينه، نقدروا نعرفوا التشوه، نقدروا نعرفوا مدى الخطوره ديال التشوه، نقدروا نطلبوا حتى التحاليل في الدم ديال السيده، حيت في هاد باش كنعرفوا النوع ديال المشكل ديال الكروموزومات اللي مطروح. يعني ممكن نديروا التشخيص، ولكن من بعد التشخيص اشنو غادي كيفاش غادي نتعاملوا مع الحمل، مع الوالدين، كيفاش غنتعاملوا بالنسبه للجنين، شنو هو الاطار الطبي راه معروف، ولكن كيبقى الاطار القانوني مازال فيه بزاف ما يدار ديال الاشكاليات. نعم مفهوم. يعني حنا فاش كنشوفوا يعني هذاك لو بيبي في دوك لي 3 بروميي موا، اول حاجه اللي كتثير انتباه بعدا ديالي انا اللي انا بدا كأم هو ان الراس تيكون كبر من الجسد. فعلا فعلا، هذه خاصيه ديال التكوين ديال الجنين. الراس عندنا، القلب هو الاول كيبدا كيبان، القلب هو الاول، من بعد الجنين كيبدا كي الشكل ديالو كيبدا كيتقاد، كيبدا كيطوال وكيولي بحال مجموع شويه، والراس تقريبا راه كيكون نص ديال الحجم ديال الجنين، ولكن مع المده عاد كيبدا كيتقاد. داكشي علاش المراقبه ديال الحمل كنعبروا الجنين، وكان خاصنا نعطيو للسيدات امتى بدا الحمل، وهذه المعلومه كتكون في هاد 3 شهور الاولى، يعني ما كنتبعوش غير الدوره الشهريه امتى بدات. الحجم ديال الجنين كنعرفوا بالضبط امتى كانت الاباضه، وامتى بدا الحمل، وامتى موعد الولاده. موعد الولاده باش الامور تكون مضبوطه مزيان، باش السيده ما تولدش قبل من الوقت، وباش ما تولدش حتى يفوت لها الوقت. دونك الامور كتكون مضبوطه بزاف. دابا حنا فاهمين ان هاد 3 شهور الاولى هي ديسيزيف يعني في الحياه ديال الام ولا ديال الجنين، فشنو هي اول حاجه يعني من دابا السيده بغات تبرمج حمل، فاظن احسن حاجه تقدر ديرها هي والزوج ديالها هو انهم يشوفوا اخصائي في النساء والتوليد. فعلا، ديك الساعه باش كنضبطوا الامور كنشوفوا الملف الطبي، واش كاينين حالات
بون طبيعه الحال ما غنبداوش بالاعاقه هي الاولى، السيده السن ديالها الوزن ديالها واش باين بوادر ان ربما تكون عندها مشاكل صحيه، وعاد كنشوفوا العائله واش كاين اعاقه واش كاين كونسونغينيتي يعني واش كاين قرابه بين الازواج باش كنشوفوا واش الملف فيه بوادر ان ربما يكونوا مشاكل ولا لا، وهذيك فرصه باش كيكون التشخيص ديال الامراض، الامراض ديال الوالده، الامراض ديال العنق الرحم، يعني كيكون فحص شامل وكنقلب زائد التحاليل التحاليل علاش كنقلبوا؟ كنقلبوا على مرض السكري، كنقلبوا على فقر السيده، كنقلبوا على الامراض المعديه المتنقله كنقلب كيدار لو فخوتي فحص ديال العنق الرحم، وكنقلبوا على نقص فيتامين دي باش حتى الا كان شي حاجه ناقصه وكنقلب الا كان شي حاجه ناقصه كنعوضوها قبل ما تتحمل السيده باش الجنين يلقى المواد كلها عنده باش يقدر نضمنوا تكوين سليم الا كانوا الجينات ديالو سليمين. اكيد بقى لي غنشكرك على التوضيحات المفيده دكتور ناديه مزيان. اذا مشاهدينا نمر الان عند وئام مقتاد اللي غادي تقدم لنا افكار بسيطه لتحضير مائده الافطار. وئام مرحبا بك دائما في فقره صنع يديك. الله يبارك فيك. اذا كنعرفوا ان مائده الافطار هي كنعرفوا واحد حنا بالنسبه لنا كمغاربه فهي كحنا دائما اللي كنحرصوا انها تكون واحد المائده زوينه وجميله، ماشي فقط يعني من ناحيه الاطباق ولكن حتى من ناحيه يعني الشكل ديالها باش كنزينوها الاطباق. دابا تنشوفوا الناس كي بزاف كيتقضوا قبل من رمضان كيقلبوا طبيصات جداد يعني معلقه دجاج اللي فات جداد طقم جديده بحال كنبدلوا الطقم ديال فرصه باش كنبدلوا فوالا كي قلتي لا فيسيل ديالنا. وانا اليوم بغيت نضيف واحد الاضافه من غير المعينات اللي كنشريو اللي كنزينوا بهم الطاوله، غنديروا دي دي اي واي علاش لا، ملي يكون عندنا مثلا نكونوا مع ريوسنا منيدياتنا بافكار بسيطه وكنحرص على انها في المتناول ديال الجميع ومواد بسيطه اللي متواجده عندنا. غنحتاجوا لو دي اي واي الاول اللي هو هذا شيء على شكل فوتو فور، يعني هذا فهو بسيط جدا. غنمشيو من يعني ان بوكال بحال هذا، قريعه صغيره كيكون عندها الغطاء ولا كاس ولا مهم يكون في هذا الحجم اللي بغينا، يصغر من هكا ولا اكبر من هكا على حسب الطاوله اللي عندنا. وكنحتاجوا الورق المقوى بحال هذا موجود يعني في المكتبات، موجود في المكتبات اللون اللي بغينا اللي كيتماشى مع المعينات ديالنا. دونك هنا اول مرحله كنبدا بها، وبطبيعه الحال كنحتاجوا بعض الادوات ديال المكتب والبيستولي اكول على قبل كيلصق لينا دغيا، يعني ما كنحتاجوش وقت طويل باش نستناو لاكول ديالنا تنشف باش كنسهلوا الخدمه. دونك اول مرحله كنبدا بها هي باش غنصوب هاد لي فورم هادو اللي كتشوفي هنا، يعني هاد لي ديسان. فكاين بعض المراحل، اول مرحله هو غنبدا نرسم هادوك لي ديسان ديالي، ما غنرسمهمش مره واحده بحال هكا، يعني خصني ندير اون بتيت كومبوزيسيون. غناخذ فقط قطع ديال الورق المقوى عادي بحال هادو، ورقات صغار، غنطويهم على جوج بهذا الشكل، يعني كناخذها كنطويها على جوج باش كتكون عندي واحد لا سيميتري، يكونوا جنبات بحال، وبواسطه القلم كنبدا نرسم شكل يعني اشكال هندسيه مستوحاه من البني الاسلامي، من الهندسه المعماريه الاسلاميه. وتعطيني كتجي مواتيه مع شهر رمضان بطبيعه الحال. اذا هنا غادي ندير ان ديسان اللي بغيت، يعني على شكل سمعه، على شكل يعني الديسان اللي عجبني واللي جا ليا في راسي كيف ما شفتي هكا. وبواسطه المقص كندير غير لا مواتي، وهنا غادي نقطع، غنقطع هذا الشكل وبطبيعه الحال كنصوب اشكال مختلفه كبيره صغيره طويله قصيره باش كتكون عندي واحد لا كومبوزيسيون زوينه في الاخر. دونك من بعد كنحصلوا على هذا الشكل هذا. وهنا صوبت بزاف ديال الاشكال المختلفه كيف ما كتشوفي. نعم صوبتهم يعني باش ندير واحد لا كومبوزيسيون بحال هذا. دونك كناخذ ورقه بيضاء عاديه وكنبدا ندير لا كومبوزيسيون ديالي، كنحطهم كنشوف شنو اللي غيجي مع كل حاجه، ندير يعني اللي رقيق حدا اللي حدا مثلا هنا درت واحد كبير غندير حدا واحد صغير، غنطلعوا شويه الفوق بحال هكا. وهنا كنبدا نقاد لا كومبوزيسيون ديال الاشكال اللي بغيت، الشكل اللي بغيت فوالا. من بعد كناخذ هذه الاشكال هذه وكنبدا غير كناخذ فوالا كنتبع لا تراس ديالها بحال لي غاباري وكنرسم بهذا الشكل. الشكل الاول كنحيدو، من بعد كنجي الشكل الثاني نقدر نطلعو مثلا شويه الفوق.
فهنا بالنسبه للعبار فكل شيء كيتماشى على حسب العبار ديال يعني القرعه اللي غادي اللي عندي. لا بالنسبه لاوتور لا بالنسبه للدوره، فكنعبر الدوره هنا بالمترو، هنا تقريبا لقيت واحد 27 سنتيمتر اللي دايره بها، هي اللي كتحدد لي الطول ديال لو غاباري ديالي الشكل اللي بغيت فوالا، باش ملي غندوره بحال هذا الشكل يقدر يغطي لي لو بوكال كله. فهنا غادي نكمل الرسوم ديالي بطبيعه الحال وغنقطعها في الاخير كنحصل على واحد لو غاباري بحال هذا، وكناخذ الورق المقوى ديفينيتيف ديالي اللي غنخدم به في الاخر اللون اللي بغيت. علاش صوبت هذا؟ باش غنبقى نغوبورتيه كل مره فوق الاوراق في الاشكال. نعم حتى هنا صوبت ثلاثه ديال الاشكال باش يجيو ايدونتيك ويجيو متشابهين. هنا من بعد يكفي انني نعاود جو غوتراس هادشي كامل فوق الورق الديفينيتيف اللي غنخدم به فوالا، حتى كنكملو كلو كنكملو الرسم ديالنا كامل وكنقطعوه بواسطه المقص ولا لو كوتور اللي كنرتاحوا فيه الخدمه ديالنا اللي كنرتاحوا بها، وكنخليو واحد لي سنتيمتر كنزيدوهم على جنب من غير القياس ديال الدوره ديال البوكال باش تشدي باش تجي ديك الشده في الاخر اللصقه اللصقه تجي فوالا بحال هكا. كيف ما قلت لك اختاريت لو بيستولي اكول لان كيسهل الخدمه يعني ولا كلشي بغينا فوالا كنتحكموا فيه احسن من لاكول الاخرى. فهنا غادي غنلصق فقط الورق المقوى، ما نلصقوش على لو بوكال باش نقدر الا بغيت نعاودو نستعملو في حاجه اخرى تشكيل واحد اخر فوالا. وكنجي كنزير واحد شي شويه هكا باش يبقى شاد فوالا هذا الشكل. نقدر نحيد يعني الزائد ديال لاكول بهذه الطريقه، وكيف ما كتشوفي هنا كنحصل على لو بروميي دي اي واي ديالي. هنا استعملت شميعات، فهادو شميعات اللي كيخدموا بالحجره تفاديا لي زاكسيدون اللي يقدروا يطراو عندنا في الطبله، فهادو كيتباعوا وكنبقاو نستعملوهم. وكاين اللي تحركوا كيتفاو جو بونس بوحديتهم كيقع حتى شي مشكل، ما كيطرا حتى شي مشكل ملي كتقاد الحجره كنبدلها، فالمده ديالهم كتكون طول من الشميعات الاخرين والخطر تيكون اقل اقل فوالا. يعني من اجل السلامه ايضا، من اجل السلامه. ولكن يقدر يستعمل كزعما ديكور بحال كابوغ ديكور ولا يعني نحطوا ديكور في المنزل ديالنا بطبيعه الحال في اي بلاصه. كاين اللي كيبغي يدير اون ديكو سبيسيا ديال رمضان في الدار شهر كامل ديال رمضان، كيبغي يدير صال دو بان كيبغي يحط في صال دو بان اوسي بطبيعه الحال في الدار كلها. ندوزو لو دي اي واي الثاني هو هذا اللي كتشوفي هنا، فهما دي فورم اون بابي بالورق المقوى حتى هما ساهلين. غنحتاجو فيهم الورق المقوى في الالوان بطبيعه الحال اللي كنبغي مورانغ لان اللغه كتحشي وعندك تغطي وتاكلها ملي تكون في الطبله. بطبيعه الحال الالوان كيبقاو، انا اختاريت الوان هاد كتماشى مع اللون ديال رمضان مع الشباكيه مع البريوات. دونك بالي داكشي تبارك الله يعني اختيار الالوان ربي يخليك، فمينيماليست ونخليو الماكله ديالنا تبان اكثر. يعني حنا المغاربه زيد عندنا كناكلو بالعينه، العين اللي تتاكل في الطبله تكون مقدومه مصوبه. دونك هنا كنحتاج لو دي واي الثاني، ف يعني الحجم ديال الاوراق اللي غنستعمل غنقطعهم. نقدر نستعمل نفس الورق المقوى سواء كبير سواء صغار، المهم اللي عندي غادي نقطعو على شكل يعني دي كاري ولا ديريكتون بحال هكا. فهذا كيحدد شكل ديال يعني الحجم ديال لو ديكور ديالي اللي غنصوب. هنا مثلا غناخذ يعني لو كاري ديالي خديتو الياتوار، ما خديتش زعما العبار غير بشوفت العين، وكنطويه على جوج. فهذه فقط قطعه من القطع اللي غيكونوا هاد لو ديكور، كنطويه حتى هو على جوج، وكنجي مره اخرى كنرسم الشكل اللي بغيت. ديما مستوحي من الاشكال الاسلاميه يعني من الرسم في الهندسه الاسلاميه. هنا خديت شكل بسيط مره اخرى باش نسهلوا علينا شويه الخدمه، ونقدروا كذلك ديما كناكد اننا نقدروا نديروه مع الوليدات الصغار لان ما فيه حتى شي خطوره عليهم. كيف ما شفتي هنا رسمت الشكل ديالي، وكنجي وكنقطعو بالمقص بهذا الشكل ديما باش يكون عندي اون سيميتري باش يجوني الجنبات كلشي بحال بحال فوالا. هنا خاصني نصوب تقريبا بين 18 حتى 20 ورقه بحال هذه، دونك اللي غيكونوا عندي نخدمهم باش تشد هذيك الدوره باش الشكل فوالا باش غنلصقوهم. غاجينا بون غيشكلوا لنا الدوره ديالنا، وتقدر تحل لنا هذيك نقولوا بحال وريده يقدروا تكمل الدوره ديالها. يعني بين 18 حتى الى درنا اقل ما غتكملش لنا الدوره ديالنا فوالا. هنا بالنسبه للطريقه باش غنجمعوهم كناخذ كل وحده بوحده بطبيعه الحال تيكونوا عندي واحد 18 ولا 20 كيف قلت. كنجي في الوسط كندير لاكول لاكول فوالا هكا خط كل وحده كنخدمها بهذا الشكل كلهم، يعني لي 18 ولا لي 20 بياس اللي عندي غنخدمهم بهذه الطريقه. ومن بعد
كنجي باش نلصقهم مع بعضهم كنخالف يعني في الاول درت في الوسط هنا غندير الفوق دوك واحده تتلصق من الجلد التحتاني وحده من الفوق ولا لا بحال دابا في الاول لصقت غير من الداخل ولكن ملي غنجي نبغي نجمعهم مع بعضهم غنخالف غندير الفوق والتحت لاصقات ها انت غتشوفي ملي غنلصقهم وكنكمل بنفس الطريقه حتى كنحصل على واحد الشكل بحال هذا فانا غنزيد اللصق هادي معاهم كيف ما شفتي ملي كنبغيو نلصقوا لي في مع بعضهم كنديروا من الفوق تقريبا من هاد الجنبات هادو من الفوق ومن التحت ولكن كل ورقه بوحدها كنلصقوها من الوسط فوالا اذا بعد ما كنكونوا جمعناهم كاملين كيف ما كتشوفي ملي كنجيو كنحلوا لا باردون مازال ما شداتش مزيان تنشف شويه فوالا تتحليها تتعطيك ديك الدوره كامله الدوره كلها حتى هي كنلصقوها نعم هنا غنعاون نضيف شويه ديال لاكول زربت عليها شي شويه هنا ساعتها شويه الوقت باش تشد مزيان فوالا وكن ملي كنحلوها كيف ما قلت لك كيبقى الالوان والاشكال والاحجام يعني اختيار ديال كل سيده مثلا اللي بغات على حسب لا طابل على حسب كاين اللي عنده اون غون طابل يقدر يديرهم كبار حسب لو تيم لو تيم مثلا ديال لا طابل ديالو ولا ديال لو صالون ديالو فين تيجلس الالوان فوالا فهنا كيف ما شفتي غناخذ ندير شويه لاكول باش غنجمعهم وكنكمل هنا ناقصني شي ورقات صراحه باش تقدر باش تكمل الدوره ديالها كيف ما شفتي هنا فهنا الا ما كانش عندي الاوراق الكافيه فكيبداو يتحلوا يعني نقدر نزيد ورقات ماشي حتى ل 20 ورقه باش تجيني الدوره بحال هذه نفس الشكل فوالا تقريبا كتجي بحال هكا وكتحل مزيان سي تري جولي وهذا هو الافكار باش نضيفوا حله للطاوله ديال الفطور ديالنا تبارك الله عليك يعني افكار جميله وبسيطه وحتى الادوات اللي مستعمله يعني في متناول الجميع شكرا لك وئام نمر الان لفقره نصائح في التغذيه وفقرة نصائح في التغذية حضرة معنا اليوم دكتور سارة هبان مرحبا بك معنا شكرا مها شكرا وعشر مباركة إن شاء الله فحنا كنشكرك على تلبية الدعوة وأول حاجة بغينا نتكلموا عليه هو رمضان واش هو تيبقى واحد الفرصة مناسبة باش نقص الوزن ديالي كيفاش نستغل ساعات ديال الصيام اللي هي طويلة زائد هذوك الوجبات ديال الفطور والسحور باش إما نوصل لواحد الوزن مثالي ولا على الأقل نحافظ على الوزن اللي أنا فيه ألوغ مها ديما في هذه الفترة ديال العام تيبداو يتعطيو نصائح غذائية باش نهبطوا من الوزن في رمضان المشكلة معها اللي لقيته هو أنه فاش تيسالي رمضان الأغلبية ديال الناس تيرجعوا ذاك الوزن اللي فقدوه دونك اليوم بغيت نشوف معاك واحد الطريقة جديدة وإلا ناخذوا واحد النظرة جديدة لرمضان باش أننا رمضان ما نعتبروهش كشهر اللي نديروا فيه تغيير شامل بل غادي نعتبروا رمضان كنقطة ولا بداية الانطلاق لعادات جديدة اللي غادي صحية ونبقاو غاديين بها ونبقاو غاديين بها ديما نتبناوها يعني في حياتنا اليومية ما كرهتش هاد النظرة تبدل لأنه شحال من واحد تيكون تياكل غلط العام كامل تيجي تيوصل رمضان باغي يهبط 6 8 كيلو ومن بعد فاش تيسالي رمضان تيرجع للعادات القديمة ديالو لا خاص النظرة ديالنا ديال على رمضان تبدل الفوائد دايوغ إلا طبقنا هادشي اللي نهضروا عليه اليوم ناخذوا الفوائد كاملة ديال رمضان اللي هي أننا نحسنوا من الصحة ديالنا ماشي نهبطوا الوزن نحسنوا من الصحه ديالنا نحسنوا من المناعه لانه ماشي معقول انه شهر اللي نورمالمون خاصها تحسن فيه الصحه ديالنا هو اكثر شهر تنشوفوا فيه مشاكل القولون مشاكل السكري مشاكل الانتفاخات ثانيا الدوخه ولكن راه تبارك الله المائده المغربيه راه صلى على النبي راه الدهون سكريات يعني كما نقول لك حنا راه العين تتاكل خصنا ديك الطبله تكون عامره وباش عامره كنشوف كنلقاو ان يعني نقولوا الفائده يعني او القيمه الغذائيه هي فارغه يعني والو ما كاين حتى شي حاجه داكشي علاش داكشي قلت لك خاصنا نبدلوا النظره ديالنا وان شاء الله غادي نقدروا نطبقوا هاد النصائح دونك قلت غادي نحسنوا من الصحه ديالنا ثانيا غادي نكسروا داك الرابط اللي عندنا عاطفي مع الماكله لانه هذا مشكل كبير ولا عندنا في العصر ديالنا انه عندنا رابط عاطفي مع الماكله معصبين تنقبوا فرحانين تنقبوا داكوغ دونك خاصنا نكسروا داك الرابط العاطفي مع الماكله ومع اي ماده حنايا مبليين بها دونك حيت نهضر على التدخين بالخصوص نعم. يعني هذه العادات يعني ان تنقولوا ان شهر رمضان يعني بين قوسين انه فرصه ذهبيه للناس اللي بغاو يقلعوا فرصة على بعض ذهبيه السلوكات يعني او بعد يعني السلوك اللي سيء نعم وإلا طبقنا هذا الشيء كامل تتلقى راسك حتى درتي الاقتصاد لانه نورمالمون شهر اللي تنقصوا فيه
الوجبات خاصنا نقتصدوا. ايوا هادشي اللي خاصو يكون، ولكن حنا راه رمضان فين كنصرفوا اكثر. لا خاصنا نورمالمون نقتصدوا ونزيدوا في الصدقات، دونك خاصنا نبدلوا هادشي كامل. دونك اليوم نعطيو نصائح عمليه داكوغ وللناس يقدروا يطبقوها. اولا غادي نبداو بالتحضير لرمضان، لانه ما نجيوش نهار بنهارو وناخذوا القرار ديال اننا ولينا باغيين ناكلوا صحي. سيمانه جوج سيمانات قبل، اسبوعين قبل، تناخذوا القرار ديال اننا غادي ندير خطه غذائيه ديال شنو الفطور ديالي باش غيكون مكون وشنو غيكون السحور. فاش تكون عندي خطه غذائيه ديك الساعه تيسهل عليا التطبيق. فاش ندير داك الخطه اول حاجه التقضيه. دونك نصيحه للناس سواء عيالات ولا رجال اللي مكلفين بالتقضيه في الدار، تقضاو مع الصباح، غادي تمشي تتقداو اول حاجه مع الصباح. هذيك في رمضان اللي كنكونوا باقي ما فيناش الجوع، ماشي الساعه قبل الفطور، هذيك الساعه قبل الفطور تيكون هابط لك السكر وماكسيموم تتكون عندك اون هيبوغليسيمي. اي حاجه شفتيها غادي تولي تشريها، دونك احسن حاجه هي تتقدا في الصباح. ولكن قبل ما يبدا رمضان الناس اللي غادي يتقداو تنشوفوا انه ذاك يومين ثلاث ايام قبل رمضان لي سوبر مارشي تيعمروا لي غروند سيرفاس، دونك اللي غيمشي يتقدا دونك يحاول انه يتفادى الدقيق الابيض، المعجنات، العواصر، المشروبات اللي فيهم السكر، المشروبات الغازيه. يعني غنعاودوا الدقيق الابيض، الدقيق الكامل دابا تبارك الله راه ولاو لي فلوكون دافوان، داكشي اللي غادي نهضروا عليه. شنو الدقيق؟ يعني كاين تبارك الله موجود دابا، يعني الاختيارات موجوده. اكزاكتومون، كاين حوايج اللي يمكننا ندخلوها سواء في الفطور ولا السحور، وما كاين كاع علاش نقربوا للدقيق الابيض. دونك الناس اللي غادي يتقداو يحاولوا انهم ما يتقداوش ديجا داكشي اللي ما باغينش نقربوا ليه. والعيالات الحادقات المغربيات نصيحه مني، بنيو على التقليل داكوغ، لو مينيماليزم، انه الواحد تيمشي كنضيعو تنضيعو بزاف. هي مزيان انت كتبغي توجد شهيوات، كاين اللي تتجوز توجد شباكيه في الدار، البريوات، المقروط، شوف راه هادشي كله ممكن، غير كنا قلنا اننا نعوضوا المواد باش كنطيبوهم. وهادشي بحال دابا شحال من حاجه غادي نخليوها حاجه اللي ناكلوها مره استثنائيه، نخليوها للعراضات باش نكونوا معروضين، فاش تكون لمه عائليه، ولكن الاساس يكون مزيان. دونك غادي نبداو بالفطور، نبداو بالفطور هو الاول، النهار كامل وحنا صايمين. فاش داك قبل المغرب تيكون هابط لك السكر او ماكسيموم. دونك شنو تيوقع لنا في ساعات الصيام؟ علاش قلنا رمضان فرصه باش اننا نهبطوا الوزن؟ لانه في ساعات الصيام لا غليسيمي ديالك تتبدا تهبط، نسبه السكر تتهبط. دونك شنو تيوقع؟ الذات كتحس بانه داك السكر هبط، كتخسها الطاقه، كتخزن، كتجبد داك الشيء اللي مخبي في الكبده وفي العضال وفي الوالا. اكزاكتومون، تتمشي الكبده هي الاولى، تتجبد، كيطلع الجلوكاغون، تتجبد داك على شكل جلوكوجين باش تاخذ الجلوكوز. شويه فاش تنفوتوا داك 14 15 تنوصلوا 16 ساعه ديال الصيام، كنوليو نمشيو للستوك ديال لا غريس اللي عندنا الدهون، وتتبدا لو بروسيسوس ديال نيو غلوكوجينيز. دونك تنديروا ناخذوا السكر تنصنعوه من الدهنيات. هذا الشيء علاش رمضان فرصه مثاليه باش اننا نهبطوا الوزن ونهبطوا سورتو الدهنيات. الحاجه اللي مزيانه في رمضان، لانه بزاف الناس يقولوا انا هبطت الدهنيات، ولكن مادام تناكل قل راه يمكن يهبطوا لي حتى العضلات، ما تنعرفش واش داك الوزن العضليه، فكنحافظوا عليها. الصيام يحافظ على الكتله العضليه، لا ماس مسكولار. تبارك الله عليك مها، لانه لوغمون دو كرواسونس، هرمون النمو تيتزاد عندنا، سبحان الله، هذه معجزه عندنا. فاش تنصوموا هرمون النمو تيتزاد، ولكن هرمون النمو مزيان يعني كيصلح للبناء، ولكن خاصنا داك لي جور باش نبنيو العضلات. داك الشيء علاش واش غتضعف ولا ما غاديش تضعف على حساب التكوين ديالك الغذائي ديال الفطور وديال السحور، وعلى حساب السعرات الحراريه اللي غادي تاخذها. تناولتي دونك غنبداو الفطور، الطبله ديال الفطور محطوطه، نبداو بالتميره، ثلاثه التميرات والماء صافي. والماء، الماء ما يكونش بارد داكوغ، ما يكونش سخون نون بلو، يكون دافي داكوغ. شنو الهدف منه؟ اننا نهيئو المعده باش انها تستقبل داك الشيء الاخر اللي جاي. اون فوا درنا هادشي، من الاحسن اننا نمشيو نصليو اييه ونرجعو. علاش؟ لانه داك التمر تياخذ واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه باش انه يوصل لو سون ويوصل الميساج للدماغ انك السكر بدا يطلع. لانه الهدف ديالنا حنا كانت الطاقه هابطه، كان عندنا السكر هابط، خاصنا شي حاجه اللي تطلع الطاقه دغيا. الا والتمر، التمر غادي يطلق، غادي يطلع علينا الطاقه، لانه تنعرفوا انه سريع، يعني دغيا غادي يعطينا الطاقه، مؤشر السكر ديالو طالع سريع. دونك الا تسنيتي داك 10 دقائق دايوغ، فاش غادي تجي تبدا تاكل تحس براسك ما
تاكلش بداك اللهفه الا بحال الا كنتي جلستي في الطبله ومن مورا التمر تبعتي بريوات تبعتي شباك يلا عاد الوقت ديال الدماغ ديالك يستوعب انه النسبه ديال السكر طلعت وتا المعده مسكينه تيحاولوا عليها تي غنقولوا لها السلام عليكم راه غنبداو واش دير راسك احنا غنبداو حنايا دونك اكزاكتومون حنا داك من مورا داك التمر والمدافي احسن حاجه هو ندوزوا لشي سوبا داكوغ سوب ديال الخضار سوب دو ليغوم الحريره داكوغ حتى الحريره غير الحريره معها سي غذاء كامل فيه بروتينات فيه نشويات فيه دهنيات صحيه دونك الحريره الا خديتيها راه ديجا وجبه كامله داكوغ دونك كتاخذ داك السوبا ولا ديال الخضر زائد الحريره لا تمبيراتور ديالها طالعه تتعاون الامعاء باش يوجدوا راسهم للهضم لانه نهار كامل هما واقفين ما تيديروا حتى شي حاجه من مورا داكشي خاصك لابد اون سورس دو بروتين بروتينات دونك هنا البروتينات الا ما كانش في الحريره نيت فوالا دونك فوالا مي الكميه اللي تتكون حريره نورمالمون قليله بزاف خاصنا واحد الكميه اللي معقوله باش انه نلبيو الاحتياجات ديالنا اليوميه دونك من مورا الحريره من غير داك البروتينات اللي كاينين في الحريره تناخذوا بيضه تناخذوا طريف ديال الحوت داكوغ من الاحسن انه تكون بروتينات اللي سهله في الهضم ما غاديش نجيو ناخذوا فيوند روج اللي فيها الشحمه بزاف ولا الدهنيات اللي غادي تصعب علينا في الهضم ناخذوا بروتينات اللي تكون سهله في الهضم سمك سمك البيض الدجاج داكوغ كفته ديال الدجاج حتى هي دونك هادشي كامل صالح لينا و اون فوا اسوسيتي داك الخضر مع داك البروتين مع داك البروتين ديجا عندك تكوين مثالي فيه نشويات حاجه وحده هي النشويات فيتامين ولا فيتامين الفيتامين حتى هما الفيتامين نعم كلكي داكوغ لانه ما تنسيش كل خضر الا خديتيهم بحال دابا من مورا الصوبه ولا هذا تاخذي اون سالاد دو ليغوم داكوغ فيها ليغوم راه خديتي الفيتامينات ديالك تو سا ابخي ميساج يجيو يقولوا لي والنشويات فين خليتي النشويات في هادشي كامل الحريره راه دايره بالنشويات الا كنتي خديتي حريره راه ديجا قلت لكم راه وجبه كامله داكوغ الا خديتي صوبه ديال الخضر ولا شلاضه مع البروتينات النشويات تكونوا من الحبوب الكامله خبيز اسمر خبيز اسمر ديال الشعير داكوغ روز كامل اللي كيبغي الواحد مهم تكون حبوب كامله وتكون من الاحسن في الاخر ديال الوجبه واخا اما راه فاش خديتي الخضر راه هي تعتبر نشويات هي نشويات الا كانت فيها بطاطا فيها البطاطا حتى هي كانت فيها فحنا البطاطا هذيك كنعتبروها نشويات كليا هذيك اللي كنا في الاخر دونك حنايا عندنا التكوين المثالي جيتو بغيتو شباكيه بغيتو بريوه معسله ديال اللوز ولا هذا ديما الحاجه الحلوه داكوغ على فان دو روبا باش ما تكليناش بزاف على الاندكس غليسيميك وتتكوني شبعتي تصدق ما تاخذش كميه كبيره بزاف ونخليوها حاجه استثنائيه الا جيتي تحسب انك تاخذ شباكيه كل نهار ولا بريوه كل نهار ولا حاجه من راه في 30 يوم راه تنهضروا على 60 حبه داكوغ دونك لا كتبقى حاجه استثنائيه الا تعرضتي ولا كانت مع عائله كيف ما قلت من بعد تمشيو تنديروا صلاه التراويح ديالنا كنهضموا شويه كنهضموا وراها رياضه يعني في حد ذاتها صلاه التراويح راها رياضه بالنسبه للناس اللي موافقين كيمارسوا الرياضه يعني خارج شهر رمضان فصلاه التراويح تعود على الرياضه اللي كنا كنمارسوا مزيانه بزاف واون ميم طون الا فطرتي بهذه الطريقه هذه كتلقى انك تتمشي صلاه التراويح وانت عندك الطاقه وانت حيوي ماشي كتاكل وكتحس انك ترخي وتدوخه وانك تجيك النعاس اكزاكتومون دونك كنحاولوا اننا نسهلوا العمليه على الامعاء ديالنا باش اننا نمشيو نديروا صلاه التراويح بطريقه مزيانه كاين اللي تيجي من صلاه التراويح تيبغي ينقب شي حاجه ديك الساعه كيمكن لك تاخذ اون اسيت دو فروي فواكه ديك الساعه كاين اللي مصايب سلو ديال الدار صحي داكوغ بدون دقيق ابيض بدون سكر ديك الساعه يمكن لك تاخذه مع كويس ديال الحليب مع اللبن مع اللي بغيتي ولا تخليه للسحور على حسب الاختيارات ديال كل واحد مي الحاجه اللي ما عمرو الواحد ينقزها الا بغى يدعى في رمضان هي السحور يعني ولكن واحد السحور بلاتي زعما السحور خصو يكون بحال وجبه ديال الفطور كنظن في الايام العاديه ماشي السحور بالطاجين لا اكزاكتومون دابا على حسب الطاجين شبعان يدام وهذا على حسب نتايا باش فطرتي غادي تسحر ولكن السحور عنده واحد المكونات الغذائيه اللي لابد خاصها تكون باش انك تستافد ليه من النهار ديال الصيام ديالك دونك عندنا جوج مكونات اساسيين في السحور عندنا الحبوب الكامله اللي خاص تكون غنيه بالالياف ياك وعندنا البروتينات هذو لابد خاصهم يكون كاس الحليب دونك شنو عندنا بحال دابا كاين اللي الحليب تيدير ليه انتفاخات كاين اللي هذا المهم عندك الحليب ولا اللبن الاجبان كاملين المهم اون سورس دو بروتين اون سورس دو بروتين البيض داكوغ اون تارتين تاخذ بالبوله ديال الشعير تاخذ الشوفان مع ان ياغورت مع شويه ديال الفواكه دابا ولاو لي بودين تبارك الله الناس كلشي ولاو تيقادهم وزويونين وصحيين تيبقاو اكزاكتومون اهم حاجه هو انه في السحور ما تاخذش شي حاجه اللي تطلع ليك نسبه
ديال السكر، لان شحال واحد شنو تيقول، تيقول السحور ناخذ شي حاجه حلوه باش غدا نقدر نصبر. العكس الا طلعتي سكر لا غدا توقع لك هيبوغليسيمي. هذا هو الاشكال، يعني هذيك القاعده ديال من الفطور حتى الفطور فهي قاعده يعني سيئه وعاده سيئه جدا. كنشكرك على التوضيحات، بارك الله عليك دكتور ساره هبان. اذا تغيير الحاضنه لعنوانها هل يسقط الحضانه، موضوعنا في الورقه القانونيه مع الاستاذه خديجه الروغاني، المصممه ساره الزروالي ضيفه ليلى حدي بفقطان صباحيه دوزام. الكل والمزيد في صباحيه دوزام، عواشر مباركه، الى اللقاء.